يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. أصحاب الكبائر ارتكبوا الكبائر يبقى مصيرهم إلى النار، لكن يا محمد يخلدوا؟ لا يخلدون في النار ما دام ماتوا على الإيه؟ على الإسلام، وما دام ماتوا على التوحيد. طب ممكن حد يقول لي هي الكبيرة؟ يعني أعرف إزاي إن دي كبيرة أو دي صغيرة؟ إن الذنب ده من الكبائر ولا من الصغائر؟ إيه الضابط اللي من خلاله بعرف إن المعصية دي كبيرة أم صغيرة؟ الاستمرار في المعصية. لا، الاستمرار على المعصية حاجة، وتحديد الذنب نفسه حاجة. ايه هي الكبيرة؟ خاصة ربنا بيقول: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يبقى مهم قوي نجتنب الكبائر. طب ايه هي الكبائر؟ دي امثلة للكبائر، لكن ايه هي تعريفها؟ ناس فاكرة ان الكبائر اربع حاجات بس: الزنا، القتل، السرقة، الخمر. لا، الكبائر تشمل اكثر من ذلك. كبائر يا إخواننا، في الإمام الذهبي مصنف كتاب اسمه الكبائر، أورد فيه أكثر من 70 كبيرة. قال العلماء: الكبيرة هي كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، أو تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه. يعني من غشنا فليس منا، ده تبرؤ، يبقى دل إن المعصية دي معصية الغش مش هينا، دي من الكبائر. قال: فليس منا. أو السرقة عليها حد قطع اليد، يبقى دي صغيرة أم كبيرة؟ ما دام عليها حد في الدنيا تبقى كبيرة. أو وعيد، يعني لعن الله النامصات والمتنمصات، يبقى التنمص ده مش أمر هين، ده أمر من الكبائر، الشرع جعله من الكبائر. يبقى كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم فهو كبيرة. لكن الكبيرة ما توصلش لحد الشرك، يعني هي معصية بس ما تخرجش المؤمن من الملة، بس بتنقص في إيه؟ في إيمانه. فنقول على صاحب الكبيرة اللي بيشرب خمر أو بيزني أو بيسرق، نقول عليه مؤمن كامل الإيمان ولا ناقص الإيمان؟ ناقص الإيمان، لأنه ارتكب كبائر. ولا عديم الإيمان؟ لا، هو مؤمن موحد بس بيرتكب كبائر. فأهل السنة بيقولوا عنه هو مؤمن ناقص الإيمان. الخوارج، في فرقة ضالة اسمها الخوارج والمعتزلة، قالوا اللي بيصر على ارتكاب الكبائر ده ما يكونش مؤمن أصلا، ده كافر. ودي بقى اللي نشأ من الفكر الخوارج، يعني جماعات التكفير والهجرة والجماعات اللي هي تكفر الناس. فالخوارج يقول لك: لا، بترتكب كبيرة تبقى كافر، تشرب خمر، تزني، انت كافر. فده طبعا فرقة ضالة. المرجئة العكس تماما، في فرقة اسمها المرجئة قالت لك: لا 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 لا، الإيمان حاجة والأعمال حاجة، الإيمان ثابت، إيماننا كلنا زي بعض، اللي بيصلي زي اللي ما بيصليش، اللي بيعصي زي اللي ما بيعصيش، إيمانه ثابت. دول اسمهم المرجئة. لا ده صح ولا ده صح، إنما الصح إيه؟ أهل السنة والجماعة قالوا بأن مرتكب الكبيرة ينقص أو نقص إيمانه بقدر معصيته، فهو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. يبقى كل ده عشان نفهم. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النار يخلدون ولا لا يخلدون؟ لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. الشرط لازم تموت وأنت موحد وأنت على التوحيد الصحيح. وإن لم يكونوا تائبين، طيب مرتكب الكبيرة مات على الكبيرة دي، مات وهو بيشرب خمر، مات وهو بيزني، مات وهو بيرتكب هذه القبائح، ما تبش منها، يخلد في النار ولا لا يخلد؟ لا يخلد، ما دام مات على التوحيد لا يخلد في النار حتى لو مات على الكبائر. وإن لم يكونوا تائبين،
بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين. مهم، أهم حاجة يبقى يموت على الإيمان وعلى التوحيد. وهنا العلماء قالوا يعني لو قال موحدين يكون أحسن، بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين موحدين وهم في مشيئته وحكمه. مهم أوي يا محمد، حتى صاحب الكبيرة ما نقدرش نجزم إنه من أهل النار. ده يا عم الشيخ ده مات ما تبش من الخمر، نقول له ما تبش، ما نقولش عليه إنه من أهل النار، نقول عنه هو في المشيئة. معنى كلامك إن ممكن ربنا يغفر له بدون ما يتوب؟ نعم. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اجتنب الشرك، أي معصية حتى لو مت مش تائب منها ممكن تتغفر، وممكن ما تتغفرش عشان محدش يسمع كلامي ويقول لك الله الكلام جميل قوي، نعمل بقى معاصي، ما ربنا بيغفر. ما ربنا بيغفر بس انت مش، انت في المشيئة، ممكن يغفر وممكن ما يغفرش. يعني ممكن الواد اللي شرب الخمر ده ممكن يدخل النار وممكن ما يدخلش، بس انت تضمن ما نضمنش. يبقى احنا نجتنب الايه؟ نجتنب الكبائر عشان نلقى الله تائبين، تائبين يقينا تخش الجنة. شفت الموضوع سهل ازاي يا اخوانا؟ متوا على الاسلام، متوا مش مصرين على ذنب، بتقع في الذنب وتتوب منه، بتقع في الذنب وتتوب منه، مش مستسلم للمعصية، يقينا انت من اهل الجنة، تخش النار بفضل الله. اهم حاجة ما تصرش على ايه؟ على ذنب، او تصر على ترك واجب. اي حاجة غلط بتعملها توب منها فورا، اي حاجة انت مقصر فيها اعملها فورا، ما تستسلمش حتى تلقى الله يعني سالما. طب لو مرتكب كبائر، انت في الايه؟ في المشيئة، وهم في مشيئته وحكمه، ان شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وان شاء عذبهم في النار بعدله. لو ربنا عذب البني ادم اللي ارتكب الكبيرة ده بظلم ولا عدل؟ عدل، مش ارتكب معصية. طيب لو ما دخلوش النار يبقى عدل ولا فضل؟ ده فضل بقى من الله، ربنا عفى عنه بفضله سبحانه وتعالى. ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. يعني اللي ارتكب الكبائر دخل النار حتى، يعني حاجة من الاتنين يا اخوانا، ابتداء كده ممكن صاحب الكبيرة ما يخش النار أصلا حتى لو ما تبش زي قلنا بفضل الله، وممكن يخش النار بعدل الله، بس حتى لو دخل النار يطلع ولا مش هيطلع؟ هيطلع، لأنه مش مخلد. مين اللي مخلد بس؟ الكافر. الله يفتح عليك، الكافر بس هو اللي مخلد، إنما بقى بيرتكب كبائر وذنوب ومعاصي وبيأكل حرام وبيشرب مخدرات، ده اللي اسمه ناقص الإيمان، ناقص الإيمان، لكن ما يخلدش في جهنم. ثم يخرجهم منها برحمته، من رحمة ربنا يخرج المسلمين حتى لو أصحاب معاصي من إيه؟ من النار. وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ربنا يأذن بقى لفلان من المؤمنين يشفع لفلان، النبي يشفع لأمته، الآباء الصالحين يشفعوا لأولادهم. طبعا احنا قلنا الشفاعة قبل كده لازم ربنا يأذن للي هيشفع، ولازم يرضى عن المشفوع ليه. ربنا مش هيرضى لحد يشفع في الكافر او المنافق، دول ممنوع فيهم الشفاعة، انما المؤمنين العصاة دول بيشفع فيهم شفاعة الانبياء والمؤمنين والصالحين. وذلك بان الله تعالى تولى اهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كاهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. ربنا ما يخليش ابدا الصالح زي العاصي. قال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. حتى العاصي اللي شايفه ده عمال يعصي، هو في قلبه نكد وضيق وغم، إنما المؤمن في الدنيا منشرح الصدر، حتى لو كان ما عندوش من ملذات الدنيا، لكن ربنا عز وجل يفتح له في صدره ويفتح له في يعني طمأنينة نفسه، يبقى منشرح الصدر جدا، لأنه يأنس بالله. ناس تقول لك أنا معيش حد، وهو يأنس بالله عز وجل، ما عندوش أي نقص في أي شيء، لأنه عايش مع ربنا سبحانه وتعالى. فربنا يرزقه بالحياة الطيبة في الدنيا، والتاني يعذبه بالشقاء في الدنيا.
وفي الآخرة برضو أهل المعاصي يخشوا النار لكن أهل الطاعة يخشوا الجنة. يعني المؤمن مستفيد في الدارين في الدنيا والآخرة. قال تعالى أم نجعل المتقين كالفجار، هل يبقى المتقي زي الفاجر؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ثم ختم وقال اللهم يا ولي الإسلام وأهلي ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك. قولوا أمين. اللهم يا ولي الإسلام وأهلي ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك، علشان محدش يفتكر يا جماعة إن الثبات على الإسلام بشطارتك وبمهارتك، تقول أنا مؤمن وبسمع الدرس وبصلي، أنا غير الناس دي. الناس دي ممكن ربنا يتوب عليها وإنت اللي تضل. سيدنا إبراهيم اللي كسر الأصنام هو اللي خاف من عبادة الأصنام، قال واجنبني وبني أن نعبد. أنت يا سيدنا إبراهيم بتقول يا رب جنبني عبادة الأصنام، ده أنت اللي كسرت الأصنام ولقيت في ذلك ما لقيت. ومع ذلك سيدنا إبراهيم ما بيطمئنش لحاله ولا لنفسه، على طول خايف من عدم الثبات، بيلجأ لربنا دايما. تختارش بأعمالك بصلاتك بطاعتك، دايما ادعي ربنا أن يثبت قلبك. وكان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالكلمة دي أو دعاء ده من أجمل كلام المصنف، قال اللهم يا ولي الإسلام وأهلي ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.